من الزطله، من الحرابش، من تو الواحد يوصل يقتل امه، معناها ماهوش في وعيها بالكل. هكاك معناها من الدروغ، كلها دروغ. ثم واحد قتل صاحبه وهو عامل الحرابش نتاع المهال وسوى ما يدريش على روحه، بعد شهر باش فاق، بعد شهر في الحبس يقول لهم يا اخي انا شنو عملت، يا اخي هذاك خارج ومروح وانا شنو عملت. وانت في حي التضامن، حي التضامن والملاسين، انت كل يوم يموتوا اربعه خمسه من الحرابش ومن الدروغ ومن الواحد، علاش ما يلزم يهتموا بيهم العباد هذوما، يهتموا بيهم. باش نحكيو الحقيقة على جريمة قتل بشعة صارت في مدينة جرجيس. القاتل هو معناتها شاب في الثلاثينات من عمره، وقتل شكون؟ قتل أمه في السبعينات من عمرها. طبعا المعطيات الأولية يقولوا أنه معناتها يعاني من اضطرابات نفسية، لكن احنا باش نحكيو معناتها بصفة عامة على جرائم القتل في حق المرأة التونسية قاعدين نشوفوا فيها ماشية وتتفاقم بشكل كبير خاصة بعد الثورة. صحيح، هو ثم أنا حاجات ياسر خايبة في خاصة بعد الثورة، هو كانت موجودة هي قبل لكن توا بكثرة. عرفش من الزطلة، من الحرابش، من توا الواحد يوصل يقتل أمه، معناها ماهوش في وعيها بالكل. هكاك معناها من الدروغ، كلها دروغ. وشكون يجيب فيه الدروغ؟ ما هو جماعة اللي عندهم فلوس واحد، وشكون يعدي فيه؟ ما هو الأمن ولا شو اسمها؟ إيه شكون يعدي فيه؟ طبعا ديما والديوانة 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 الزواولة مشوا ضحية ضحية. الله غالب يا خويا، يلزم تونسنا يقفوا ليهم ويعملوا سبيطارات نتاع باش ما يبقوش هكا عم داخل. اي اي معناها سبيطار راسي ديجا حتى طاقه الاستيعاب سيبو. اي يلزم سبيطارات ويلزم يعتنوا بيهم زاد مساكين، هم زاد راهم يعني يلزمنا سامحني يلزمنا نزيدوا نبنوا سبيطارات نتاع امراض عقليه تنموت، معناتها كثروا كثره الامراض العقليه. علاش الامراض النفسيه وكل علاش حسب رايك كثره الامراض النفسيه وكثر عدد الناس معناتها اللي ولات مهبوله، الناس اللي تعاني من اضطرابات نفسيه؟ علاش كلها يحطموا في تونس؟ كلها يحطموا في تونس، ظروف الحياة عندنا هي بالطبيعة كلهم يحطموا في تونس، وهو راهو العالم الكل فيه الدروغ. الواحد هذوك كل اللوبيات نتاع الدروغ ما يهمهمش، ما عندهمش قلب، ما يحسوش، ما يهمهمش. أعطيهم الفلوس وهم راهو في الليل ما يرقدوش، هذوك يباتوا حتى هم بالحرابش. والله العظيم هاي الله يسترنا ان شاء الله، ربي ان شاء الله يمشيها على الصواب تونس، وان شاء الله ربي يمشيها ان شاء الله لاباس. وكا هو هذا كما نقول اليوم تقريبا معناتها ما تمشيش في زنقه في حومه في شارع ما تلقاش معناتها الناس اللي معناتها مختله عقلي، اللي يمشي وحده، اللي معناتها ناس اللي يتكلم وحده واللي يمشي وحده تونسي. والا شوفي تلقي البونطات نتاع الزطله، تلقي الزرارق انا شفتهم مطيشين بارتو. عندنا الغابه نتاع رادس ندخلوا نمرشوا فيها يا بنتي، اكل الحرابش نتاع الهلوسه، نتاع الهلوسه ملوحه نسيت اسمها، نتاع الهلوسه. ثم واحد قتل صاحبه وهو عامل الحرابش نتاع الهلوسه وما يدريش على روحه، بعد شهر باش فاق، بعد شهر في الحبس يقول لهم يا اخي انا شنو عملت، يا اخي هذاك خارج ومروح وانا شنو عملت. يا اخي كيف ناداه الرئيس شو اسمه هذاك هو المدير نتاع الحبس، قال له انت راك قتلت صاحبك وقتل صاحبه ودميات صاحبه وباقي يشرب في الخمر مش داري على روحه، وقتها هبل الراجل. كيفاش انا عملت هكا؟ معناها حرابش ودروغ ايضا ابار ظاهره المخدرات هذه وهي ظاهره خطيره. ظروف الحياه في حد ذاتها غلاء المعيشه تاثر، تخلي الواحد يخرج من عقله ويهبل. صعبت برشا تو انت في الطلاق 80% كلها سببها معناها ما عندهم على الفلوس، كلها على الفلوس. زاد الناس محرومه، راهي ثم ناس محرومه، ثم ناس في حاله، راهي ما تشوفيش انت في العاصمه هكا نظاف ولابسين وكراهب وكذا وكذا، لا شوفي بلايص تو مراه تلقاها 200 دينار
200 دينار مسكينة اش باش تعيشها؟ ثم ناس تبات تحت الزنك وانت في حي التضامن، حي التضامن والملاسين كل يوم يموتوا 4-5 من الحرابش ومن الدروغ ومن الواحد. علاش ما يلزم يهتموا بيهم العباد هذوما، يهتموا بيهم، يعملوا لهم ديار شباب ويعملوا لهم تيران تاع فوتبول ويعملوا لهم باش يلقوا هما وين يلعبوا وين. يعني اي اي، وحتى نبدا نمشي في الشارع حتى من الحقوق نتاع السلفيا، حتى الحشمه ما عادش يلوحوا. اللطف يا ربي، ربي مشيها على على الصواب وكهو، والله العظيم ان شاء الله يا ربي. الدولة عندها دخل في هذه، معناتها المسؤولين عندهم دخل في الشيء اللي صاير في شعبها، في شبابها، في مساها، في نوعا ما، نوعا ما، نوعا ما، مش نوعا ما، اللي مفسدين هذوما الاولاد الحرام اللي دخلوا في الدروك، هذوما اللي مفسدين هذوما، مش يشدوني يعني. انا طبعا نحترموا بعضنا. انا اخويا لطف برا، كيفاش واحد يقتل امه يقتلها، خاطر مش في وعيه مسكين، مش في وعيه، لازم يتداوى هذاك، لازم يتداوى. كان اللي عندهم الفلوس يتداوى، علاش الفقراء يتداوى قبل هذاك ما عندهم فلوس، الفقراء يتداوى قبل. والله حتى فيزيته يمشوا للطبيب باش يعدوا قداش 70-80 دينار، وشكون عنده 70-80 دينار فيزيته؟ واللي يخليه يعيش معاه وحياته مهدده بالخطر. صحيتي اي، الله غالب، الله غالب، ربي مشيها على الصلاح. يعني ثم تقصير من الدوله؟ بالطبيعه ثم، يلزم يا اخي الدوله يخلوه يخدم. انت قيس سعيد ما خلوش يخدم، ها وشنو هاك شو هاك تشوفي اش عملوا فينا 11 سنه؟ اش عملوا شكون؟ برشا برشا برشا. الاحزاب اكيد، الاحزاب وشو اسمه النهضه وبرعد واللوبيات، هم اللي يحكموا في الدوله، راه هم اللي يحكموا في البلاد، اللوبيات مش رئيس الجمهوريه، راه حق، راه هم اللي يحكموا في الدوله. انت ريتي اسعار الخضره واحد يعملوها هم واحد، هاي شنو معناها تو يبيعها الفلاح مثلا 400 فرنك البطاطا، اخر حاجه تلقاها ب 18-100 ب 19-100. عليه يا رسول الله، معناها المزمر ما ياكلش وما يعيشش وما يهموش فيه. اي 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 اي، يعني محروم من حقوقه، محروم من كل شيء، محروم من كل شيء. والله ربي يهدينا على بعضنا وكذا. اذا انت حكيت في كلامك على العشريه الماضيه، انت متوانسه اللي يسموا فيها العشريه السوداء، العشريه المظلمه، انت 11 سنه هذيك. اي مظلمه عادي. انا ما عاد في حد شيء باهي، استغنوا بكلهم، استغنوا هم، سرقوا الفلوس واستغنوا، وكل هبات وين هي، والمديونيه وكل شيء وين هي، وما خلصوش منها المديونيه، توا خلصت المديونيه حسب ما سمعت، 70 اكثر من 70%. فهمتي اما الله اعلم. يا اخي عانينا شوي فك، واللي ما عندهاش ولا عنده، واللي كان عنده في دار سامبل ولت قصورات بنتي، واللي كان ولو دي فام دافير ودي زوم دافير وبرا هي على معناتها من فلوس الشعب التونسي، هذايا من فلوس الشعب التونسي، ما كان ياخذوا في الكريديات لتونس والهبات وكل شيء، وشيخوا فيها. يا اخي ما نحبش نحكي على العباد، انا قلبك معبي ديجا. انا قلبي معبي يا اخوتي، والله العظيم انا يا اخويا عندي تونس هي قبل ولادي، والله كان تجرى لتونس حاجه لتونس، كان نشد كلاشنكوف ونضرب معاهم، والله تك تك تك، والله العظيم بلادنا. راه ساعات نمشي روندوني راي بلايس تقولي مشي تونس، هذه راهو تشوفيها جنة على الأرض، مسخة. التونسي مش فاهم قيمة بلاده وماهوش عارف راي بلايس، قسما بالله تقولي هذه جنة والله. هاي حاسيلو، هاي مازالت جنة نورمالمون ولا لا؟ ديما جنة تونس، ديما جنة، أما مسخة. شوف هذاك زاد من الشعب التونسي، الشعب التونسي مش واعي، وزيد حتى الخدامة نتاع البلدية يعملوا فيها زادة. علاش جماعة البيئة يخلصوا من السي بي جي، من كومباني دي فوسفات، وما يخدموش؟ علاش ما يدخلوهمش يخدموا؟
في الحاجات هذه، علاش ما يخدموش؟ راه بالحق راه يمشي ماركي ولا ساعات ما يماركيش، الريسبونسابل نتاعه يتفاهم هو وياه وما يمشيش، علاش يخمشوا هذيك مش تفسد السي بي جي.